تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. ديالي حسن جاي من أكادير، جاي من أكادير باش نتقدى. أنا جاي بكري، جاي مع 5:30 ديال الصباح باش ندي حاولي رخيص. زعما أنا عادة مولف كانت تنعيدها ب 40,000 40,000 45,000 30,000 حتى 35,000. هاد الخطرة هادي داكشي اللي في جيبي راه حطيته في هاد السوق، شاري ب 66,000 ورايح للدار. على ماش غندير مع الحوايج ديال الدراري اللي كاين هو هذا. أنت كتشوف حاولي تقديتها هو ب 66,000. جاي أخويا جاي معايا هو ما تقدى والو، أو ربما غادي نشارك أنا وياه هاد الحاولي هذا اللي كيبان لي أنا. هاد العام هذا هاد العام خرج لنا من الجنب صراحة ديال الله. دابا في نظرك شنو هو السبب ديال هادشي هذا؟ هاد السبب أنا ما عرفتش، ما كنتش كنوي ديما كنوي نتقدى الحاولي ديالي ب 34,000 35,000 40,000 فهمتي. مزوجين وعندنا ثلاثة الدراري فهمتي، وساكنين في الدار الوراثة كاملة علينا بالمعقول. وجينا زعما هربنا من سيدي يوسف الناحية ديال سوق الحد أكادير، جينا لهاد المنطقة باش ناخذوا حاولي بثمن رخيص. الساعة جينا لقينا الدوبل ديال تما، يعني بحال هنا بحال اللي ما كاينش. شوف رجليا كي دايرين، شوف الحالة ديالي من الصباح. واش شري بحال من الصباح وأنا كنضر؟ دابا أنا رايح للدار ديالي، رايح خاوي جيبي. سير ديماري غادي نوصل دابا للدار، غادي نحل مع الطاجين الشواية الخضرة داكشي كلشي غادي نحل معاه صراحة ديال الله. أنا ضربت هاد الطريق معول باش ناخذ حوالي من هنا 34,000 35,000 الثمن ديال الدريوش. الساعة الناس راه صدمونا، عندها كتشوف الحاولي ما بقى عندنا فين نتحركوا. غادي نروحوا خاويين، اللهم قلنا نقضوا الغرض بهذا، خوينا جبناه هنا واحنا غاديين في حالتنا. هذا الشيء اللي كاين حساب راه ما الكسابر كيطلب الثمن اللي كتقول ليه كتفهم معاه. لقط الشناقه كيجي يشد الحاولي كيصور فيه راج 14,000 20,000 اللي كيصور في الحاولي. اما الفلاح لا، الكساب لا، الكساب كيتفاهم معاك كيتفاهم معاك، عيد لك 6,000 عيد لك 4,000. الشناق اللي كيجي يشد العاوري كيصور فيه 20,000. هادشي هو اللي كاين. احنا دابا رايح، انا رايح شاري وخويا هو رايح ما شاري، وربما غادي نقرضوا على جوج اللي كيبان ليا. والسلام عليكم. شكرا. انا مصطفى بسم الله. الا ما كانش البياع الشراي ما غاديش يكون كاع الرواج، حيت لا قبلاتيش البياع الشراي راه هو السبب. علاش كيقول لك دابا البياع الشراي؟ البياع الشراي يقدر كاع يخلي 10 20 الى حتى دابا غادي يخلي 40,000 في الخروف وما يديش ما يردوش. البياع الشراي هاز التعمق، فيما مشيتي البياع الشراي هاز التعمق. ولا ما كانش البياع الشراي ما غاديش يكون الرواج. البياع الشراي كيخطر كيغامر كيضرب كيكافح، الله يحسن العوال البيع والشراي. البيع والشراي دابا حنا هنا الناس ما تيناقشوش البيع والشراء. البيع والشراء حلال في الدين. اي حلال حلال من الله. اي حلال من الله. ولكن حنا تناقشوا هذاك القيمه اللي تتزاد، يعني الربا. هذيك القيمه اللي تتزاد مثلا كنشري حولي كنزيد 1000 درهم ولا 700 درهم ولا 2000 درهم في حولي واحد. ما يمكنش. على قبلاتيش كاين الثمن، الثمن من العام اللي فات كاين الثمن. خريف صغير ب 50,000. إما دابا هاد الخروف شحال ياكل؟ التمن كيدير 160، الفويليه كدير 160، الشعير البلدي كيدير 6 دراهم. ودابا هاد الحولي شحال يسير على هاد الحولي؟ شحال يتقام على هاد السيد؟ راه دابا الغلا كاين، الثمن كاين. اش غادي؟ ولكن الحكومه كان هضرات على المناطق كانت تعمات هاد الفله من ناحية ديال هاد الاعلاف المركبه اللي باش كيعلف هاد الحواله هاد. دونك كاين واحد القيمه عاونات بهاد الحكومه، دونك فينا هي بحال راه بحال الحكومه ما دارت والو في هادشي. ما دارت حتى حاجه الحكومه. حنايا دابا واش كناخذوا؟ الرويزه دابا كتاخذها ب 4 دراهم سقاطه. فينا الدعم؟ فينا كتاخذوا ب 70 ريال. إلا ديتي في الجملة كتاخذها ب 70 ريال. إلا جاب الله خرجت لك الرويزة كيتمشي كتاخذها ب 64 ريال، وكتصدق نبيعوها في الحوانات ب 4 دراهم. علاش؟ لا خاص الحكومة دعم أي واحد يستافد. كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.